شهد ملعب المدينة الدولية إقامة فعاليات مهرجان عيد الغدير المركزي الأول في بغداد، الذي تنظمه الهيئات والمواكب والمؤسسات بالتعاون مع العتبات المقدسة، وكانت العتبة العباسية المطهرة مشاركة فاعلة فيه عبر جناح ثقافي عرضت فيه نتاجات فكرية وتراثية. نحن عندما نأتي إلى العتبة بغض النظر عن ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى أن تكون هناك جهة ارتباط بالقيم والأخلاق، فالكتب هذه والإصدارات هذه والنشاط العلمي والثقافي كفيل على أن يعطي بعد جديد إلى الزائر، على أنه أيها الزائر نعم ادعو الله، صلي وتوسل إلى أهل البيت وإلى الله سبحانه وتعالى بواسطة أهل البيت، ولكن أكو شيء اسمه البناء الذاتي والتربية من خلال الدرس، من خلال الكتاب والتزود بالعلم. في الحقيقة قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية من الأقسام المتميزة ونتاجاتها أيضا متميزة وجيدة، يمتلكون أقلام جيدة ويمتلكون الكفاءة الفنية أيضا في الطباعة وفي الإخراج، مع وجود فكر عميق وأنيق، وجميع هذه العناصر بلا شك تشكل مادة النجاح لمشاريع العتبة العباسية ولا سيما قسم الشؤون الفكرية. اليوم نحن تشرفنا بالحضور إلى هذا المهرجان المركزي بمناسبة عيد الغدير الذي تقيمه الهيئات والمواكب الحسينية في العاصمة بغداد، وكعادتها العتبة العباسية المقدسة حاضرة وساندة وداعمة لهكذا مناسبات ولهكذا نشاطات. اليوم احنا زرنا جناح العتبة العباسية المقدسة في هذا المعرض، وتعرفون أن العتبة مهتمة كثيرا بالفكر والثقافة. مهرجان تضمن فقرات عديدة منها رفع راية عيد الغدير لتعلو في سماء العاصمة احتفاء بهذه المناسبة، وفعاليات إنشادية وأخرى شعرية، إلى جانب افتتاح معرض للكتاب بمشاركة العتبات المقدسة، لا سيما العتبة العباسية المقدسة، من خلال قسم الشؤون الفكرية والثقافية ومتحف الكفيل للنفائس والمخطوطات. وقد لاقت المعروضات استحسان الحاضرين. جهود كبيرة ومباركة ومشكورة في اتجاه الانفتاح على جميع شرائح المجتمع العراقي وتقديم حزمة من الخدمات، تبدأ من الخدمات الفكرية والثقافية والاجتماعية، ولا تنتهي بالخدمات التربوية والخدمات على مستوى المؤسسات الصحية لجميع العتبات. أكيد التراث الشيعي زاخر بالنتاجات الفكرية والعقائدية، وللعتبة العباسية بدور نشرها وطباعتها الفضل الكبير في إشاعة هذه الثقافة. صراحة أنت كل ما شوه من تنظيم اليوم رائع، هو لمسات العتبة العباسية المقدسة مشكورة وضعت لمساتها الأخيرة، ومن أول لمسة إلى آخر لمسة. المعرض البارحة كان وضح صورة رائعة جدا بالإعمار، وضح صورة رائعة جدا بالثقافة، وضح صورة رائعة جدا بالهدايا، وضح صورة رائعة جدا في نبذ أو في نبذ الطائفية ونبذ الإرهاب، ووضع صورة رائعة جدا بالتكاتف والتآخي والتصالح والمسامحة في حب أمير المؤمنين سلام الله عليه. إحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام أمر اعتادت عليه العتبة العباسية المقدسة بتنظيمها أنشطة ومشاركتها في فعاليات داخلية وخارجية من أجل إيصال الرسالة السامية للعترة الشريفة وعرض نتاجها الفكري المستمر الذي يهدف إلى رفض المجتمع بالوعي والفكر السليم.